مساء الخير، ازي حضراتكم؟ احنا بنتواصل دايما كل يوم في نهايه كل يوم. ان النهارده اليوم الخامس للجنه تلقي اوراق الترشح. احنا في اخر اليوم، والنهارده على الساعه 1:30 حضر السيد عبد السند حسن محمد يمامه، وشهرته عبد السند يمامه، وقدم طلب الترشح ومرفق فيه المستندات المطلوبة مع طلب الترشح. وده نهاية اليوم الخامس، ويبقى النهاردة كده تقدم 3 أشخاص لطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لانتخابات 2024، واللجنة ما زالت منعقدة حتى يوم 14/10 لغاية حتى الساعة 2 مساء، وفقا للجدول الزمني اللي تم إعلانه من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. شكرا، ومع حضراتكم إن شاء الله كل يوم. شكرا.